دكتور عبد العزيز عبد الله، رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية والأمين العام والمتحدث الرسمي والإعلامي لحركة نريد. هو المؤتمر أعلن النهاردة عن عدد الاستمارات اللي تم توقيعها لحركة نريد، هذه الحركة الوليدة التي تدعو إلى تكليف وليس انتخاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي لكي يكون رئيسا لمصر لدورة رئاسية مدتها 4 سنوات. نعم، الخطوات إن شاء الله هندعو إلى مؤتمر شعبي بعد 10 أيام في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، ثم بعد ذلك هنقيم فروع للحركة في كل محافظات مصر حتى يتم الانتهاء من استمارات التوقيع اللي احنا بندعو الشعب المصري للكامل بالتوقيع عليه. يعني احنا عندنا في اتحاد الاحزاب السياسيه والقوى الوطنيه وانا الامين العام ليه، عندنا 20 حزب سياسي موافقين على ترشيح على تكليف الفريق اول عبد الفتاح السيسي.